السلام عليكم سيد الرئيس، يشرفنا أن تزور سيادتك شركة كاتيك، وأنا رئيس شركة سيد جيانغ جيان. أولا أريد أن أشكر دفاع وزارة الدفاع المصري والقوات الجوية المصرية لتنظيم هذا المعرض المحترف المؤثر، مما يقدم لنا فرصة جيدة لعرض وتقديم منظوماتنا ومنتجاتنا. نحن نهتم بهذا المعرض، وأيضا القوات الجوية الصينية أرسلت الطائرة النقل Y20 وأيضا أسطورة طيران الجوي J10C لقيام الطيران الجوي في هذا المعرض. وأيضا هناك طائرة التدريب K8 وهي تحت الإنتاج المشترك بين الصين ومصر، وله أكثر من 120 طائرة، وهي يعتبر من أكبر فريق من هذا الطراز من طائرة التدريب في خارج الصين. وأيضا أهم شيء هو المقاتلة المتقدمة تحت اهتمام سيادتك الشخصي، فلقد تم توقيع اتفاقية بين جيشين دولتين في يوم 19 من أغسطس، فسوف ندفع هذا المشروع مضي قدما بقصار جهدنا. إذا كان يمكن، هل ممكن سيادتك بالتوقيع لاسمك على الكتاب الصغير؟